ازيكم عاملين ايه؟ ربنا تكونوا بخير. معاكم حلقة من هومرز جي جي جيمنج. اسف جدا، ايه ده، وانا قلت هومرز جي جي جيمنج، قصدي موري جيمنج. هتقولي مين موري جيمنج؟ انا، وكمان حاجات جديدة يعني، فاهمين؟ اسف للتأخر جدا، والله العظيم اسف يعني، والله كنت مركز على تيك توك اكتر من يوتيوب، فاهمين؟ الحاجات دي، وعايزه اقول لكم حاجات جديده خالص اللي انتوا كنتوا بتشوفوها زمان. ماشي، اتش ام كرافت باظت خالص خالص يعني، وانا بقى حاجات خلف الكواليس، الماب اتدمرت ازاي. بروح الاقي لك كام كريبر جاي عليا، وازاي انا هربت، جربت اهرب، و الماب اتدمرت، البيت اتدمر، ومقدرتش اعمله تاني لان كل حاجة اتدمرت والستون بس اللي فضلي. فمش عارف اعمل اي سلسلة تانية. المهم ايه ده، المهم ان انا مش عارف في سكان. المهم انا موري جيمنج، والمهم يعني ان موري جيمنج هو انا، وما فيش اي حاجة تانية يعني. مش عارف، لو عايزيني اعمل لو عايزيني اعمل لو انتوا عايزيني اعمل شوية فلو عايزيني اعمل اي سيرفرات كده، سلاسل وكده يعني، حاجات جديدة يعني، اكتبوا. انا ده اللي انا جمعته، ان انا بقى عندي اسمي موري جيمنج، واعمل كونتنت جديد. هم كده ماشي. انتوا بقى عايزين اي حاجة تانية قولولي وانا هنفذها. فده كان حلقة موري جيمنج. صح، البروفايل بيكتشر ممكن اغيرها لو عايزين، مش عارف والله، ممكن برضو انا ممكن والله اغير البروفايل بيكتشر. والله ما معايا الجزر، والله لو كان معايا لكنت اكلك. باي باي. فده كان حلقة النهاردة، وممكن اغير البروفايل بيكتشر لو عايزين، واكتب عليها موري جيمنج. فده كان النهاردة، فمع السلامة. فده مع السلامة. البس ليه؟ البس عشان بقى لبست بنطلون عشان ما